بين الخطوات. Thank you.
إجراءات قياسا للدول المجاورة تعتبر صفر. كل الدول المجاورة عندها ميزانية احتياطية لمعالجة حالات الطوارئ وحالات الكوارث الطبيعية، وعندنا قوانين مشرعة لهذه الناحية. بس نلاحظ بجانب الكرخ، نقول الحمد لله والشكر ملتزمين الناس بنسبة 75%، جانب الرصافة نقول أقل من 25%. بس نرجع ونقول السبب بهذا عدم الالتزام للحكومة. الحكومة لو موفرة لكل مواطن ما يحتاجه من مواد غذائية ومستلزمات ضرورية، المواطن ما يطلع للخارج. وهناك زين من عده طبقة الموظفين اللي الحكومة دا تسلمهم رواتب، عندك طبقة الكسبة والعاملين والأجر اليومي، هذول نتعاطف وياهم بس ما باليد حيلة. بالنسبة لإمكانية وزارة الصحة دا نشوفها هي دا تستنجد بالمواطنين، هي اصلا مستلزم. شنو ايش عندنا؟ عندنا مستشفيات قديمه عفى عليها الزمن، بنائها من الخمسينات. شوف الصين خلال 10 ايام بنت مستشفى عملاق. احنا ما نقدر مال 10 ايام نبني، لين ندري حكومتنا ملتهيه بغير شغلات. زين يلا يشبعون من البوق، بس يعني ابسط مستلزمات ماكو. هذا اللي دا يصير بهالمريض ايش يحتاج؟ يحتاج اجهزه تنفس، اجهزه تنفس ما عندنا. هي لو مهتمه من كانت عندنا ميزانيات انفجاريه، ميزانيه العراق بحدها تعادل 4 و5 دول من الدول المجاوره، كانوا وين ملتهين؟ مشاريع تنمويه ماكو، صناعه ماكو، صحه ماكو. نقول الحمد لله والشكر، عايشين دوله عايشه بقدره رب العالمين فقط. هذا يحتاج انه يوفر اموال انه يشتري مستلزمات العائله مالته. لو الدوله موفرت له حصه تموينيه او معونه ما يحتاج يكسر الحظر. لا اكيد ماكو عندها امكانيه، لان تحتاج اجهزه تنفس هوايه، وهي اجهزه تنفس ما متوفره بالمستشفيات، ولا الكوادر حتكفي لهذا الشيء، ولا اكو غرف مال عزل واسره كافيه بالمستشفيات. نعم هناك تكافل اجتماعي موجود بين بنفس المنطقه ومن نفس المؤسسات الخيريه تقدم ذلك. لازم الاجراءات الامنيه تتخذ، يعني مثلا كل بالاسبوع يوم مثلا للتسوق للشيء او للعمل، يوم بالاسبوع المفروض هيك يسوون. يعني هذا برايي انا، لان هسه تنواجه صعوبه بتحضير المواد، نجيبهن صعبه بالروحه بتجيب التنقلات، الاسعار قاعده تغلي، المواطن من راح تغلى عليه الاسعار من راح يجيب. فأنا أعتقد إنه يسوون يوم بالأسبوع، يعني الناس تسوق تروح تجي تشتغل تكسر حظر التجوال اليوم. أعتقد هذا الشيء يعني كلش ممتاز.
Get what? Eight.
مثل ما هو معروف عن الشعب العراقي بتكاتفه وباختلاطه، انه دائما الغني يساعد الفقير، ومثل ما انت تشوف احنا هنا بهاي الاسواق، يعني احنا دا نشهد هوايه يعني من العالم، خصوصا الاغنياء اللي دا يقدمون. والله هو يعني غالبيه المجتمع العراقي يعني اصحاب انه دخل يومي مثل ما نقول، فاكيد المعتاد انه صاحب التاكسي او الاجير اليومي، فاكيد يريد يوفر لقمه عيش لعائلته. يعني الناس يعني هي اهتمامها الاول والاخير هي يعني كسب القوت والمعيشه، يعني يحاولون يطلعون بس على مود يوفرون القوت اليومي حتى يقدرون يمارسون حياتهم الطبيعية. وهاي نلبس كمامات وكفوف مثل ما تشوفون وملتزمين، وإن شاء الله يا ربي الله يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة. والله هو بالعالم احنا لازم نكون إيجابيين مو سلبيين، بس يعني إن شاء الله يا ربي رب العالمين يعينهم ويقدرون، بس احنا إمكانياتنا قليلة مو مثل باقي دول العالم. يعني هي كإجراءات طبية يعني هي الحكومة قدرتها، يعني غير هذا الشيء ما تقدر، بس كالفقير هو الفقير واقع بيها من كل النواحي، بس كالإجراءات الطبية اللي إذا تريد تحكي عليها هي هاي حكومتك ملتهية بالبوق، أهم شيء عندها البوق. هسه الشعب ما مات طبا مرض، يعني عادي، يعني شيء طبيعي، وإحنا إيش حصلنا من الأول حتى نجي لله. أنت إذا تريد ترجع للمستشفيات، مستشفيات منعها الصدام، يا مستشفى سووها جديدة، طلع لي مستشفى جديدة سووها. أي مستشفى؟ مستشفى الحكيم اللي تاخذ هسه كله بالدولار، لو مستشفى الحوزة، لو سيد علي اللي سوى المستشفى بإيران راح بنى لهم مستشفى خاصة لهم. زين ما تبنيها للعراقيين، ايش بيه الشعب العراقي؟ زين يا سيد علي انت مين بنيت المستشفى مال بإيران اللي تبرع بيها؟ زين ليش تتبرع بعد احنا ايش بينا؟ هاي احنا متعودين على هذا الشيء. هي الحكومه لو موفره اشياء للشعب، الشعب ما يطلع، يبقى قاعد ببيته. بس اذا مو موفره، يعني اذا انا يوميتي 20 واصرف بيها للبيت واصرف على الجهال واصرف، اذا تنقطع علي هاي ال 20 مين اروح اجيبوني؟ فحتما هي هاي القوت اليومي. والله اذا شالوا البوق من وزاره الصحه تقدر تستقبل، بس اذا بقى البوق ما تقدر تستقبل. هذا شيء طبيعي يعني. يعني انت اذا ترجع على التقارير الاوليه مال الوزيره هاي عدله ما ادري اسمها اللي كانت بحزب الدعوة، يعني أكو أوليات لها هواية بوق. أول شيء أقول السلام عليكم الشعب العراقي، وإن شاء الله الصحة والعافية يا ربي. أكو مثل عندنا بالعراق يقولون اقعدوا ببيوتكم، بس هذا المثل أكل لما تشبع باقة لا تحلون وخبزة لا تثلمون وأكلوا لما زين. هاي من يقولون هم إيش العالم إيش تاكل زين. أكو الواحد يعني حالة طلعت رجال يبيع بنات اثنين في سبيل عيش مرته وجهال، يعني هذا شو يصير؟ يعني قبل كان واحد بالعراق صدام حسين حاكمها شلون مسويها، هسه الدول ايش كم واحد جابون اياد علاوي والجحفري وهذا انتم الزرف، يعني شو يصير حاله؟ يعني ما حرام هذا شو يبقون؟ يعني خلى الله بين عيونكم راعوا العالم الفقير ما عنده راتب انطوه، ليش هيك يعني؟ ليش؟ يعني هاي العالم بدها تموت ليش؟ يعني هسه احنا مثل ما عندنا اليوم فلوس، منين نجيب؟ شلون ناكل؟ يعني شنو نسوي مرقه هوا وناكل؟ يعني هم الله خافوا الله شويه. انت الحكومه المفروض ترعوا الشعب العراقي، ما عنده راتب تعطونه، ما عنده حصه توزعون له، ليش هيك يعني؟ ليش هاي ملتين يعني بالبوق؟ ويعني ما اقول بس كان صدام حسين الله يرحمه بهذا اليوم هو كان حاكم العراق، وذول كلهم حرامي يعني مع الاسف عليهم، لا من اياد علاوي ولا من هذا جابوا الزرفي، اي حل مساوي للعراق. والله هي حاليا شو المستشفيات كل شيء ماكو، حسب تحقيق ماكو كمامة، تشتري الكمامة هسه يقول لي ب5000، بدي اشتري يعني ب5000، يعني احنا منين نجيب 5000؟ يعني اذا هو 5000 ثلاث نفرات 15000، يعني احنا منين نجيب هذا الشيء؟ يعني ما عنده شيء العراق، يعني فقير حالته فقير، يعني منين؟ المفروض هم ينطون حصص، هذا ابو تركي دا يوزع حصص يعني للشعب، زين احنا منين نجيب؟ يعني نموت من الجوع؟ يعني هم خليه يرعون الله مثل هم حكومه يشوفون الشعب العراقي ايش ناقص، مثل مواد غذائيه مثل اي شيء. هاي يعني مال تعقيم، والله هم مو قصته ما اي حذر ماكو، يعني هم دام مسوين هذا الشيء ماكو، يعني العالم منين تجيب؟ يعني هو اليوم اللي يريد يطلع يجيب له حاجه منين يطلع؟ يعني اليوم لو يوفرون للعالم مثلا اللي يجيبون كل العالم مثلا ينطونا فد 250 يوقتون بها يعني يمشون امرهم، واذا هم العالم ما تطلع تقوم ليش تطلع؟ يعني هم يريد لهذا اللي يريد لحاجه اللي يريد له شيء للبيت مسواق، يعني منين تجيب العالم؟ يعني ابسط شيء واحد البارحه طلع ده يبيع بنات اثنين على 150،
يقولون في سبيل عيش ذول الباقي. ولا واحد هذا العال ما عنده مقطع، يعني هي هاي الحياة العراقي للشعب العراقي، يعني مو هيك يعني. كل ما نقول حسبي الله ونعم الوكيل من هاي الحكومة.
زيد انتبه عليه. يعني مع ضعف وزارة الصحة العراقية اللي مشخصة من كل دول العالم ومن العراقيين أكيد مو كافية. أعتقد هم يعنون بالممكن بس يمكن انه يقدمون بعد احسن بصراحه. يعني ما نشوف بعد يعني وزاره الصحه العراقيه تقدر تقدم بعد اكثر العراقيين بس متكاسله او متغاضله او سبب اخر. يعني اليوم انا مثلا كنت بالمستشفى اليوم ماخذ والدتي ماكو اخصائيين بالمستشفى. يعني كولد عرف قلت لي ليش ماكو اخصائيين؟ يعني المستشفى عباره عن فارغه. يقول لي الدكتور يخاف يجي احد الاسباب خاف ينصاب. طبعا هذا عذر ما مقبول هذا واجبه. السبب الثاني يقول لي اكو بيهم ما عندهم سيارات وما يقدر يجي ما عنده سياره. يعني السيطره بعضهم اشتكوا انه بالسيطره ما يعبره رغم انه اكو يعني تعليمات للسيطرات انه الاطباء يفوتوا المستثنين. طبعا هذا سبب رئيسي. الشخص اللي ما عنده يعني العامل اليومي باجر يومي هذا مشكله بصراحه. يعني الدوله المفروض تساعده. السبب الثاني بعضهم اكو بعض حالات يعني صراحه عدم التزام. الناشط العراقي انه يلتزموا لانه مصلحتهم. هل هنالك التكافل الاجتماعي بين الناس بعيدا عن الحكومه؟ اي نعم الحمد لله والشكر. هذا التكافل الاجتماعي شفناه بهالفتره الاخيره بمستوى نقدر نقول جيد. هواي ناس قاعد تساعد وقاعد تسال على العوائل الفقيره. الحمد لله يعني غيره الشعب العراقي ودينه والتزامه وجورته الطيبة هذا بين بهاي الشدة. ما نقول غير إن شاء الله اللهم يا ربي يبعد عنهم هذا الوباء يا ربي وإن شاء الله يتمكنون على كل دوائلهم إن شاء الله. ما نقول غير شيء. هو الله أرحم الراحمين. والله إذا ما سووا حل أي حل طبعا تنتشر وإذا ما عندهم أي علاج هم ينتشر وإن شاء الله نقول يا ربي يلقوا لهم الحل. هي الحكومة أصلا بعيدة عن الشعب والعالم كله بعيدة ما لها شغل بالشعب شي يأكل شي يشرب يسوي ما يسوي. طبعا اللي هذا العامل اللي يشتغل بيوميته شلون يعني؟ يعني لازم الدوله تنظر بهذا الموضوع. اللي عنده بالله اللي عنده راتب ده يستلم راتبه هسه فتحوا لهم المصارف وده يشتغل الامور وياه، بس اللي قاعد ويوميه وعنده جهال وعنده ايجار شلون هذا؟ والله اني ما اعرف يعني. هم احنا نسمع هذا الشيء بس ملامسي ما نعرف يعني هم يلحقون على المواطنين ما يلحقون ما نعرف لحد هاي اللحظه. يعني الناس ده تساعد واحد يساعد الاخ. اللي ما عنده اللي عنده ده ينطي اللي ما عنده. وانا شفت هاي الموضوع بعيني. يعني انا عندي دوام ويوميه اطلع واروح واجي فاشوف الناس واشوف بالمناطق طبعا كليتها ها يعني المناطق اللي تقدر تساعد انا دا اشوفهم يساعدوهم. والله هي الصراحه انه هي الوزاره صرحت بهذا الموضوع انه هي ما تقدر تستقبل هذا العدد. وبالاضافه لهذا الموضوع هي يعني اذا انتشر هذا الوباء يعني لا قدر الله انه راح يكون خارج السيطره. فتصريح وزاره الصحه يعني واضح بهذا الموضوع انه ما عندها امكانيه انه تغطي ولذلك هي قاعده توجه وتوعي المواطنين بشكل اكبر حتى تتجنب هذا الموضوع. لانه الدول الكبرى ما قدرت وزارات الصحه ما قدرت تسيطر على هذا الوباء فكيف احنا بوزاره الصحه مالتنا؟ الأمر هو ليس تصغير شأن ولكن الوزارة قاعد تأخذ الاحتياطات قاعد توجه الجهات الأمنية قاعد توجه الكل أنه يلتزمون بالأسباب الوقائية وكذلك أنه الجلوس بالبيت
والله الاجراءات اللي قاعد تسويها الحكومه عاديا يعني دا اشوف هي اجراءات يعني ما عندها في شيء ثاني ممكن انه تسويه. قلت لك انه الدول الكبرى هي قاعد تاخذ هاي الاجراءات، لذلك هي تمشي على خطاها، قاعد تقول انه لازم حظر التجوال، التزام بالبيت، الاخذ بالاسباب الوقائيه، تجنب التجمعات ولا غير ذلك. فلذلك نشوف احنا كمجتمع ان الدور الاكبر اكثر من الحكومه بهذا الموضوع. والله هي يعني هو ينقسم هذا الموضوع الى اثنين. الموضوع الاول ينقسم الى الناس انه مثل ما ذكرت الفقر والعوز، انه تطلع تريد تحصل لقمه العيش مالتها رغم انه هي جميع الاسواق جميع التجمعات انه غير مسموحه. الثاني شيء هو الفقر الوعي الثقافي، لانه صراحه انه ما قاعد ندرك حجم هذا الوباء. لهذا السبب احنا قاعد المجتمع ما قاعد يدرك حجم هذا الوباء، لهذا السبب هو قاعد يكسر الحجز ويطلع. والله مو ذيك يعني الاجراءات الصحيحه والصارمه، لانه هسه احنا بالشارع واكو يعني اكو تجوال واكو سيارات واكو، بس الراد شنو؟ لان ما اتخذت الاجراء الصحيح لدعم المواطن اللي قاعد بالبيت. انت لما تعزه بالبيت وهذا هو قوت يومه، اذا ما عنده قوت يومه اكيد راح يطلع، اكيد راح يكسر الحصار ويطلع، واكيد الدوله ما تقدر تسوي له شيء. ليش؟ لانه الاجراء مالته مو صعب اللي متخذته الدوله من المواطن. والله اكثر شيء يعني القوت اليوم، لان اكو ناس عندهم اللي يعني يومته 10,000 دينار او قوت يوم اليوم، هذا العامل اذا ما عنده ياكل او هذا اكيد راح يطلع للشارع، يعني اكيد يعني سبب العوز يطلع اكيد. والله هو الدول الاوروبيه هي ما عددت الامكانيه وما تقدر تسيطر عليه، كيف العراق؟ انت بعد من هذا الناحيه وقيس. من وظائف الحكومه اللي مسويتها هي منع التجوال، البقيه هي ما قايمه بواجبها بصوره صحيحه. مفروض اكو لجان تفتار على الاقل تفتر على 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 محلات الخدمات اللي موجوده مثل المواد الغذائيه، افران الصمون، الخضر، تاخذ منهم عينات تشوفهم هل هالشخص هذا موبوء اللي دا يقدم خدمات، يجوز هذا الشخص موبوء يقدم خدمات لالاف العالم. زين هاي الالاف العالم هاي راح يصير بها وباء، زين شنو ذنبها العالم هاي؟ زين اللجان بنفس المناطق اقسم اكو عندنا احنا كل محل محلتها اقسمها اخذ منها عينات، العالم ما تدري جوزاني هسه موبوء ما ادري، انا هسه صاحب منفذ اقدم خدمه الرواتب للعالم يجوز موبوء ما ادري. مفروض بهم ياخذون عينات وفحوصات ويتخذون اجراءات اكثر من هذا الشيء، ونرجو من وزاره الصحه انه تتخذ هاي الاجراءات باسرع وقت، لان هذا امر مو سهل. قسم منها طبعا بسبب الفقر والعوز، المفروض تبادر الدوله تبادر تعطي مناح، تعطي سله غذائيه، تعطي مساعدات، تفتر على المحتاجين، المفروض تساهم بهذا الشيء، لانه كعالم عايش على قوتها اليومي ما تقدر، فتضطر تطلع في سبيل تاكل لها لقمه. زين ويجوز هذا الموضوع يطول، يجوز يطول شهرين ثلاثه، وشون بعدين؟ مين ياكل؟ مين يشرب؟ عوفنا يجوز بالبيت ما ياخذ ايجار منه، يجوز بالمحل يرحمه ما ياخذ ايجار، بس مين يوكل عياله؟ اذا عنده طفل يرضع حليب او عنده مريض، عنده امراض مزمنه، شلون يدبر حاله؟ ما الدوله المفروض تكون جاهزه. هذا حكي نحكيه انا، يحكي مواطن الاخ، هذا يقول حكايه، هذا الشعب هسه دا يعطون نداء للشعب، الشعب يتكافئ وياهم ويتكاتف وياهم ويسوي المستحيل. ماكو هيك حكومه تعجز عن شيء سرير ولا شيء. ابن البصره سوى جهاز مال تنفس اللي هم دا يستوردوه ب 40,000 دولار، سواه ب 1000 دولار. هاي الكوادر العراقيه الموجوده، الشرفاء الموجودين ما يخلون من العراق، بس خلي يبادرون ويشوفون الشعب شو يطلع من عنده. خلي يبادرون، لا يخلونا محصورين بالبيوت. يعني ايش بدري، يجوز اخويا موبوء، يجوز الاخ موبوء، يجوز جيران موبوء، لان المرض هو هذا الفيروس يقول لك ما يظهر الا بعد اسبوعين، زين هذا وراء الاسبوعين هذا يمكن عادي له 1000 واحد. شلون يعني؟